إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، So we start the explanation on page 144 إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى says أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام.